السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الغزالات في قناتكم طبخ وحلويات أم ريان. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم غنبارطاجي معكم بيتزا اللي كتجيب واحد العجين بدون دلك، كتجي بنينة والعجين ديالها كيجي هش. ان شاء الله ندخلوا في المقادير. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو زلافة ديال الفورس، معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، معلقة صغيرة ديال الحليب بودرة، نص معلقة صغيرة ديال الزعتر، ثلاثة معلق كبار ديال زيت الزيتون، شوية الملحة، نص معلقة صغيرة ديال السكر، ماء دافئ للعجن. بالنسبه للمقادير ديال صلصه الطماطم، كنحتاجو واحد طماطم كبيره محكوكه بدون زريعه، يعني كنحيدو لها الزريعه، اولا جوج طماطم صغار، كنحتاجو معلقه صغيره ديال الطماطم معلبه، كنحتاجو شويه زيت الزيتون، كنحتاجو شويه ديال الزعتر تقريبا معلقه صغيره، شويه الملحه وشويه الابزار. بالنسبه للمقادير حشوه، كنحتاجو بصله مقطعه شرائح، فلفله مقطعه شرائح، والطون وفخوماج موتزاريلا اللي نسيت ما حطيتوش مع المقادير. بسم الله غنبداو بالعجين. عندنا زلافه ديال الدقيق الفورس، نزيدو عليها الخميره، نزيدو عليها الحليب بودره، زعتر محكوك، زيت الزيتون، ملح، سكر، ونعجنو بالماء الدافئ. صدقوني يا البنات راه هاد العجين كيجي رطب وهش بزاف لواحد الدرجه، يعني واخا ما كندلكوش جربوه وردوا عليا في التعاليق. بالنسبه للعجين ديالنا راه ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها، وكيكون القوام ديالها ماشي سائل وماشي صلب، يعني كتكون متوسطه وكتكون كتلصق في اليد. كنغطيوها بابي اليمونتير وكنخليوها تختمر حتى كيضاعف الحجم ديالها. في كاسرولة كناخدو كنحطو الطماطم ديالنا، كنزيدو المقادير كلها ديال الصلصه، وكنوضعوها فوق النار حتى كتشحر وكتشرب الماء ديالها الطماطم ديالنا وكتوجد. وكنزيدو واحد ريز ديال الثومه، هذا على حساب الرغبه البنات، الا ما بغيتوش تقدروا ما ديروهش. كنوضعوا الملح، الابزار، صلصه الطماطم، الثومه، شويه زيت بلديه وشويه ديال الزعتر، وكنوضعوها فوق النار حتى كتعقد. كيف ما شفتوا معايا، وضعت زيت الزيتون، وضعت البصله والفلفله، ودرت الملحه والابزار، وخليتهم كيتشحروا مع بعضياتهم حتى كيطيبوا. بعد ما كطيب لينا لاصوص ديالنا ديال الطماطم، كنزيدو عليها نص معلقه ديال السكر سنيده باش كتعاد لينا الحموضه ديال الطماطم معلبه. بعد ما كتخمر لينا العجين ديالنا، كنطلقوها على شكل دائره وكنثقبوها بالفرشاط.
كناخدو صلصة الطماطم ديالنا كنسرحوها فوق العجين اللي طلقنا. نوزعوا الفلفله ديالنا والبصله فوق البيتزا ديالنا. وفي هذه المرحله تقدروا تزيدوا الزيتون كحل او الاخضر كيجي مزيان. كندير فخوماج ديالي موتزاريلا او الاحمر او بجوجهم مخلطين. اخر حاجه كنزيد الطون من الفوق باش ملي كندخلوا البيتزا ديالنا طيب كيتنفخ الموتزاريلا وما كيغطيش لينا على الطون ديالنا. كندخلوها الفران اللي كيكون سخون حتى الاخير ديالو، كنشالو لها من التحت حتى كتحمر شويه كتذهب، من بعد كنشالو الفوق باش كيتحمر لينا اولا كيدوب لينا الفخوماج ديالنا يعني بلا ما يتحمر، باش كيبقى بهذيك المطه ديالو ولا بهذيك الطريقه باش كنقطعوا البيتزا وكتجي هذيك المطه ديال الفخوماج فيها. بعد لي كطيب لينا البيتزا ديالنا كتجي هكا، كنديروا ليها شويه ديال الزيت بلديه من الفوق باش يزيدها طعم احسن. كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، جربوها. العجين ديالها كيجي هش وكيجي زوين وكيجي خفيف. بصحتكم وراحتكم الغزالات، كنتمنى تدعموني بوضع لايك وبالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وبوضع ابوني. كنتمنى لكم الصحه الجيده دائما وابدا. الى اللقاء.